السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا، يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال ويسعد مساكم أينما كنتم. معاكم عطر الحياة من الدنيا الفانية، ومتابعين الكرام وحشتوني جدا جدا جدا. أتمنى من ربنا عز وجل أن أنتم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. فأول فيديو بحب أتشكر لكل الناس اللي بتسأل عن غيابي وتقولي يا ترى هترجع لنا أمتى بوصفاتي، ويا ترى هتغيب خالص ولا نظامك إيه أكتر من 3 شهور وإحنا على الوضع ده، يوم وعشرة لأ. بس أحب أطمنكم إنه هانت، أنا عندي أمل كده وتفاؤل في الحياة إن الغمة خلاص قربت تنزال إن شاء الله، وهرجع لكم من جديد وهنعمل وصفات حلوة كتير، وهنحول القناة إن شاء الله تحول تاني خالص خالص. بس الصبر شوية عليا، أنا كنت في محنة كبيرة جدا جدا، اللي يعرفها يدعي لي. وكمان حبيت إن أنا أسجل تحديدا وقت صلاة الظهر عشان أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. أولا جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. وكمان أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، سنة هجرية سعيدة، يا رب السنة دي تكون أفضل من سنين كتير مضت، وتكون سنة حلوة علينا كمسلمين وكعرب. يا رب تكون السنة دي أفضل من سنين فاتت كلها، ونبتدي حياة تانية وحياة فيها تفاؤل وفيها أمل وفيها حب للحياة. يا رب يا رب يا رب. وكمان كان لازم ان انا ادخل لكم في المباركة دي، ما ينفعش يجي سنة جديدة ويعتبر عيد علينا كمسلمين من غير طبعا مهنة. وفي نفس الوقت اقول لكم ان انتم بجد بجد وحشتوني، وكمان اتحملوا غيابي. كده انا خلاص حبيت اطمنكم واطمن عليكم، يا رب تكونوا بخير. ومتابعينا الكرام، خلي بالكم من نفسكم، تذكروا دائما وابدا اني بحبكم، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.